ياكل ما يشرب يشوفون وزنه قام ينزل. نعم. انزين طبعا يلجؤون حق العلاج ويجون يسالوننا مثلا الاسنان اللبنيه تكون. نعم. فنضطر في بعض الاحيان الى الخلع، بعض الاحيان الى علاج العصب والتلبيسات، يختلف من درس لدرس. دكتور سعود، هل خراب او علاج الاسنان اللبنيه مهم لشكل جمالي للاسنان فيما بعد؟ نعم. يعني هل تؤثر على الشكل الجمالي لفك الطفل او اسنان الطفل؟ نعم. شو احنا قبل لا نتكلم عن علاج الاسنان. نعم. او كاسنان الطفل. نعم. احنا في اشياء وايد مهمه بالنسبه لنا كاطباء اسنان اطفال. نعم. انا اهم شيء عندي ان الطفل يكون مرتاح في حياته. نعم. انه ما يتاذى وهو نايم، انه يمارس حياته بصوره طبيعيه، انه تكون عنده ثقه في نفسه مع الاطفال الثانيين. يعني احنا كان دائما يجونا بالعياده بالمستشفى انه يقول لك والله الاسنان اللي قدام مو حلوه، مثل ما شفنا بالتقرير بالبدايه. نعم. انه يقول لك والله كشكل جمال مثل ما. هذا كله ياثر على نفسيه الطفل، ياثر ان الطفل يبدا حتى مرات لما يشوف لما يبدا يضحك يسكر حلجه. نعم. الشغله النفسيه للطفل وايد مهمه قبل العلاج، ان راحته ممارسة حياته اليومية وايد وايد مهمة. فإحنا من هني نبدأ نفكر شلون نعالج الطفل. فهذا يعني كعلاج يعني الحمد لله بالكويت عندنا طب أسنان الأطفال وايد متطور، سواء كان بالقطاع الحكومي مثل ما قال الدكتور سهيل أو عندنا بالقطاع الخاص. إحنا اثنين نكمل بعضنا، عندنا وايد يعني طب أسنان الأطفال وايد متطور، أنواع العلاجات المختلفة موجودة عندنا، ولكن يمكن تختلف كويتينج مثل ما عادة تكون. نعم. في القطاع. نعم. طيب بس بالنسبة لزيارة الطفل، متى تنصح أن الأهل يودون الطفل لزيارة طبيب الأسنان الأطفال؟ نعم. إحنا عادة إحنا المشكلة مرات ما نبي نكون وايد ان يعني نعقد الاهل شويه، انه والله لازم ولازم انا مثلا لما يجون المرضى نقول له والله مثلا لا الولد لازم تخلينا يفرش، لازم تخلينا يتمضمض، لازم تسوي لازم ولازم، يبدا الاهل يملون. فهذه شغله وايد مهمه. انا بالنسبه لي خلي الاهل يبدا يسوون شيء واحد مهم احسن ما يسوي ولا شيء. نعم. فاحنا عاده ننصح الاهل يجون يعني لما تبدا الاسنان بالظهور، بحيث ان نعلمهم شلون يبدا يفرش الاسنان، مو شرط بالفرشه، حتى لو بوجود معجون او اي شيء، يعني انه شلون يبدا يهتم شلون التغذيه السليمه، شنو انواع التغذيه السليمه، كم مره نقدر نعطي الطفل الحليب ومتى او كانواع الاكل. نعم. متى يبدا يفرش الاوقات. فهذه كلها احنا نحاول نحب نبسطها مع بدايه ظهور الاسنان. نعم. نقول يعني نفضل اهلنا يبدون يزورون يعني احنا للاسف نشوفه بالكويت عندنا انه يبدا الاهل يزورون الطبيب متى ما صارت فيه مشكله. نعم. فاحنا ما نتمنى احنا نشوفهم متى ما صارت فيه مشكله، احنا نتمنى نشوفهم كنوع توعوي. احنا يعني عند ست اشهر يعني تقريبا عند ست اشهر. بعد ذلك كلش كثر يعني احنا طبعا هي تختلف على مدى التسوس اللي احنا نشوفه، ولكن عاده تقريبا ما عنده تسوس. يعني ما عنده تسوس تقريبا 4 شهور الى 6 شهور. يعني حتى لو ما عنده اي مشكله تنصح انه زياره كل 6 اشهر. بالضبط. هل هذا شيء واقعي كذلك في القطاع الحكومي دكتوره زهيله؟ اي نعم، احنا وايد نشجعهم. نعم. في بعض المرضى يلتزمون، في بعض المرضى ما يلتزمون، يجون بس وقت الالم. يعني انا عندي نسبة دكتوره، نسبه من يلتزم ونسبه، يعني بنعرف في مجتمعنا اعتقد في الثقافه الغربيه يمكن عندهم التزام اكثر من عندنا. هل عندنا النسبه الاقليه هي اللي تلتزم او الاغلبيه تلتزم بزيارات الدوريه لعلاج الاطفال؟ لا، القله هم اللي يلتزمون. نعم. يعني انا عندي مريض اول مره عالجته كان بالانكيوبيتر الحافظ شو اسمه الاطفال. نعم. كان عمرها يعني بريماتشور بيبي، انولدت قبل الموعد وكانت مولوده مع السن. نعم. شفت هذه المريضة في أول زيارة، وبعدين بدأت أتابعها. المريضة هذه كبرت عندنا وكانت فعلا ملتزمة بمواعيدها وتيجي كل 6 أشهر. صارت أن طبيب الأسنان هو جزء من العائلة، صار. نعم. وصار مثل صديق أصدقاء العائلة، فكان دخول وخروج هذه الطفلة كان جدا سهل. وفي وايد عندنا من هالعائلات اللي تهتم بزيارات، بس بشكل عام زيارة طبيب الأسنان تعتبر شوية مثل ضغط على الأهل، لازم يستأذنون من دواماتهم يطلعون ويجون حق الطبيب الأسنان، فهذا يخلي مثل العائق انه يخليهم دائما يجون يلتزمون بمواعيدهم، بس في جزء كبير من المرضى هم يجون. نعم. فكنا بس المخرج فواز، في عندنا صور لفقدان الاسنان وظهور الاسنان الجديده، اذا تحطها اساس نسال الاطباء على ما نسال الدكتور سعود. هل تعتقد، هي الدكتوره ذكرت لنا مشكله انه في التزام
نيبون الأهالي الصبح بالحكومة، هذا لصالحكم إنه بالقطاع الخاص يجونكم العصر والمغرب على الراحة؟ والله شوف هذه ممكن تكون من مميزات القطاع الخاص. نعم. إن 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 الأهل يكون أكثر فلكسبل كدكتور. نعم. يكون وايد فلكسبل مع المريض، لأن طبيعة الضغط تكون أقل من الحكومة. يعني أنا كنت أداوم بالحكومة كطبيب أسنان أطفال، الضغط الويتينج يعني كدكاترة مساكين يعني مؤدين الواجب وزيادة. بس طبعا القطاع الخاص يختلف، أن الأهل يكون يعني يقدر يصبح، يقدر بالليل، يقدر متأخر، يقدر يأجل الموعد بسهولة وايد أسهل من القطاع الحكومي. القطاع الحكومي ما يلام، يعني الدكتور ما شاء الله يشوف عدد كبير من المرضى، فيحاول مثل ما يقدر يوفق بينهم، يعني يتكملون بعض بالضبط. احنا هذا شيء مهم. انا حبيت بس انوه على شيء، ان احنا على الرغم من الضغط اللي احنا قاعدين نشوفه وكميه المرضى اللي احنا نشوفه في الاونه الاخيره على التقدم والاشياء اللي قاعد تقدمها وزارتنا، قدرنا نتغلب على المواعيد، فصارت مواعيدنا يوميه. يعني واك ان بيشنس، ان المريض في نفس اليوم يلاقي العلاج، وهذا بصراحه يعني انا اشوفه تقدم وايد كبير بالوزاره عندنا. نعم. في عندنا خذينا مثلا ناخذ الصوره، هذه الصوره الاولى، يعني انا لو اشوف الصوره ما ادري هذا طايح ضروسه مكسوره مريضه، شنو تمثل لكم الصوره هذه؟ تفضل الدكتورة سهيلة. هذه من الأسنان، أنا أقدر أقول مثلا هذا ليها العمر 6-7 سنوات في مرحلة انتقالية، أن فقد أسنان الأمامية وبدت أسنانه دائما تظهر. نعم. طبعا في تغير في اللون في الأسنان، بس مو واضح الصورة وايد، احتمال تكون فهذه يعني مرحلة ظهور، مرحلة تغير الأسنان. أوكي. ما يعني ما تخوف أن هذا مثلا والله انكسرت ضروسه، لا هذا قاعد يبدل. قاعد يبدل. في الصورة الثانية فواز موجودة لو سمحت، كان راحت الصورة الثانية. طيب راح نطلع الصوره. وين دكتوره خلود؟ مخرجنا شو بتينا الحين ولا بتطلع فاصل؟ ننتظر الدكتوره خلود تي معنا. طيب خلينا على ما تطلع الصوره نرجع لموضوع القطاع الحكومي والقطاع الخاص. دكتوره انت قلتي ان انت تغلبتوا على موضوع المواعيد، وان اصبحت الحين ووكن، هذا يعني يحتاج مان باور، يحتاج الى يعني كميه اطباء اسنان كثيره. يعني انا ما اعتقد ان في عدد هذا الكافي ان لعلاج كل هذه المشاكل، خصوصا في تخصصكم اطباء اسنان اطفال. هل هناك عدد كافي؟ احنا هو بالعدد طبعا في الوقت السابق ما كان في اطباء اطفال وايد، فكانت فعلا المواعيد تكون طويله، الاماكن كانت صغيره، يعني في لما بداوا في الاميري وكذا. نعم. بس الحين احنا عندنا مثلا في العدان سوينا توسعه، زودنا عدد العيادات. الحمد لله قبل كان في عزوف الدكاتره الاطباء الكويتيين انه يتخصصون بشكل عام طب الاطفال الاسنان لصعوبته. بس الحين ما شاء الله في صار تشجيع وبداوا يتخصصون وصاروا ما شاء الله كفاءات قاموا يردوا لنا من برا، وهذا كله سمح لنا ان نفتح عيادات زياده وان نستقبل عدد اكثر من المرضى. بس هل هذا دكتوره برجع لسؤال، يعني من المعروف، ما يخالف خلينا نكون صريحين شوي، من المعروف ان اطباء الاسنان يعني بعد ما يخلصون فتره التدريب ويشتغلون شوي في الحكومه ينطروا فرصه عشان يفتح له عياده خاصه. ما شاء الله عيادات الخاصه بالاسنان بكل مكان موجوده، ويعني كون ان كثير من الاطباء الكويتيين المتخصصين مثلا بالتقويم بالتجميل بأسنان الاطفال يطلعون للقطاع الخاص. زين، ما هذا يسبب لكم مشكله في الحكومه بتوجههم للقطاع الخاص؟ هذا طبعا مشكله يمكن متشابهه مع اطباء التجميل. هي خساره يعني كبيره حقنا بالوزاره عندنا ان الاطباء يطلعون يروحون لهذا القطاع الخاص. بس يعني ان شاء الله يعني لا زال في اطباء كويتيين وايد قاعد يروحون ويردوا لنا، طبعا ما نشجعهم ونتمنى دائما يظلون معانا، بس في النهايه مثل ما قال الدكتور القطاع الحكومي والقطاع الخاص هم يشتغلون مع بعض ويدين واحده تكون. برجع مره ثانيه بسال الدكتور سعود، انت مرتاح الحين في القطاع الخاص اكثر ما كنت في القطاع الحكومي؟ خلينا صريحين. نعم. وهو القطاع الخاص طبعا له مميزات جدا كبيره، ويمكن تكون يعني وجهة نظري انه افضل، يعني مميزات اكثر من مميزات القطاع الحكومي، لان انت بالقطاع الخاص اول شيء انت تكون ملك نفسك، يعني كعيادة كمواد كالاوبشنز مالت العلاج اللي تقدم حق الاطفال حق المريض اللي يجيك، عندك كل الاوبشن تكون وايد، يعني خيارات تكون مفتوحة اكثر، كفلكسبل بالمواعيد، يعني انت تكون اكثر ملك نفسك بالقطاع الخاص. احنا المشكله مثل ما قلت دكتور اللي احنا نعانيها انه بالاسف بالكويت صارت موضوع القطاع الخاص صار شويه تجاري.
يعني للاسف كل من قاعد يجي من برا ويفتح عياده ويعني يجيبون ناس ويفتح عياده وخلاص انه يكون والله مثلا طبيب او طبيب وتبقى حتى مثلا مو اخصائي في الـ في الـ في الـ في مو اخصائي في تخصص مثلا اسنان الاطفال تلقى يعالج اسنان الاطفال يعني صارت شوي الموضوع صار تجاري. فاحنا دائما ننبه الاهل انه حاول تروح حق الطبيب المتخصص اللي يكون عارف شغله. يعني فينا للاسف احنا قاعد نشوف وايد مشاكل. يعني انا ذاك اليوم حتى بتويتر كتبتها ان نشوف ناس تروح برا تعالج بالمناطق القريبه منه نشوف اشياء يعني نشوف احنا ما كنا نبي نقول بس عموما احنا التلفزيون شاهد كل شيء نقول. دكتور افتح اي جريده الحين تلقى 50,000 اعلان عن عيادات اسنان وكلهم عندي احسن جهاز تبييض وعندي احسن جهاز تلميع لما وصلنا الاعلان بالخفجي. نعم شلون يعني احنا شنو المشكله؟ انا اقول لك شنو يعني انت دائما المريض لازم يعرف شغله ان مستوى الخدمة تختلف تماما عن المستوى. يعني مثلا اعطي مثال احنا عندنا مثلا بالمستشفى رعاية الحياة او اي مراكز الكبيرة المعروفة في بالكويت اللي ما شاء الله ما تسكنها شباب كويتيين واللي احنا نشكرهم ان هم ما شاء الله يعني انقلوا القطاع الخاص من شيء الى شيء اخر. يعني مثلا غرفة التعقيم انا تكلف بين 6 الى 12,000 دينار. مو معقولة هذه اللي أنت بتروح مثلاً في المناطق الأخرى أو برا إنه مستعد يحط لك غرفة تعقيم مثل هذه. إحنا لما نشوف عندنا دكتور ما روحون حق التعقيم روحون عمليات يروح عشان التلميع رخيص 25 دينار هذا يقعد يوم واحد ويرد بالضبط. تدري شنو اللي صار عندنا؟ عيوننا مرضى نشوف انه والله مثلا لا سمح الله فيهم امراض الهباتايتس والالتهاب كبد وبائي وفي يعني انت يعني يبدا من شيء وينتهي للاسف الى شيء ثاني. نعم. فاحنا طيب. دائما نقول انه يعني ديروا بالكم بس من راح نكمل على الاسئله واسئله القطاع الخاص بعد الفاصل. اخر سؤال قبل ان نطلع فاصل حق الدكتوره سهيله، هل انت يعني راضيه عن مستوى الاجهزه والامكانيات الموجوده عندك في الحكومه مقارنه في القطاع الخاص؟ بصراحة كامل الرضا، أكثر من كامل الرضا، لأن ما شاء الله يعني الأجهزة توفرها بكميات كبيرة. القطاع الحكومي يعني دائما قاعد يحاول يجيب الأجهزة المتطورة والأخيرة. يعني حتى كمية الأدوات، أنت يعني تخيل المرضى، لكمية المرضى اللي احنا قاعد نشوفهم وكمية الأدوات المتوفرة عشان تشوف هذول المرضى. طبعا والتعقيم مثل ما قال عندنا الدكتور دائما في مراقبات ودائما حاطين عندنا شروط ودائما ذا ستريس اونت. فوق هذا ان لا زالت الوزاره في التطور، يعني التطور اللي قاعد يصير بالحكومه تطور وايد كبير. يعني حتى انا مستغربه، يعني مثلا لما كنا في امريكا ولا كنا بهالدول، مثلا بامريكا مستحيل تاخذ موعد قبل اسبوعين. نعم. مستحيل، وجدا مكلف العلاج، مع ان انت رايح بفلوسك وبتامينك، لكن هتي عندنا بالحكومه ممكن تحصل موعد اليوم اذا ما كان اليوم باكر، اذا ما كان عقب باكر اللي عقبه. طبعا هذا طبعا فلكسبيليتي كانت وايد كبيره، وهذا حديثا صار ما كان من مده. انت دكتوره ما شاء الله يمكن اول دكتوره تينا البرنامج تمدحين وزاره الصحه بهالدرجه، وهذا طبعا احنا دائما لما يكون في نقص يعني ننبه وزاره الصحه، لكن نوجه الشكر لوزاره الصحه وكل وزاره المساعد المسؤول عن قسم الاسنان على هذه الخدمه اللي وفروها مع الشكر. وطبعا الحين بالنسبه للوزاره الجديده اذا يبون وزير الصحه ماكو احسن من الدكتوره سهيله، لانها تدافع عن الحكومه بكل حماس. اشوفكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع الدكتوره خلود بارون. حياكم الله معنا مرة ثانية أعزائي المشاهدين في الفقرة الثانية من برنامجكم دكتوري على تلفزيون الشاهد. الكل قاعد يتابع ويتنا اتصالات وأسئلة. معنا دكتورة خلود بارون، حياك الله معنا دكتورة، شرفتينا. والله أنا اللي تشرفت وحياكم الله، وإحنا تشرفنا بوجودكم معنا. يمكن موضوع صحة طب الأسنان مع الأطفال بالذات يعني وايد يؤرق الأمهات، لأن أكثر شيء مؤلم بالنسبة للطفل أنه يكون في تسوس. بس انا قبل لا اسال يعني عن التسوس لازم اشيد بشغله، انتم شويه يعني صرتوا بايس على القطاع الخاص، وانا واحده دائما ودي عيالي خاص، لان تجربتي الاولى بالحكومه كانت يعني سيئه، اللي انا تاثرت نفسيا مو الياهل. بس صراحه بعد ما دخلت العدان ليش اروح الخاص؟ طيب حق الدكتوره لا تخربين على دكتور سعود، مع انه هو على فكره الاساس دكتور سعود هو دكتور عيالي. احنا الحين توهقنا، دكتور سعود يمثل القطاع الخاص ووالده يمثل وزاره الصحه.
زين والدكتوره تمثل القطاع صارت حلقه سياسيه هذا لازم نحاسب شوي على اسئله زين عشان لا عشان لا ندخل بالسياسه وايد خلينا ندخل بالتسوس اغلب المشاكل اللي تجي لك دكتوره هي عن التسوس